سيبك انت، احلى حاجه في الماتش ده النهارده هو ابو ادم والجون اللي جابه ابو ادم، واخيرا ونجم افتكر ان هو هافو مسموح ان هو يجيب جوان عادي. يعني انت مش جايبينك عشان ترفع عرضيات بس يا ابني، مسموح انك تجيب جوان. بس بصراحه يا اسطى شيكابالا لا يعلى عليه واهدافه لا يعلى عليها، حاجه كده من ريحه الزمن الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك النهارده بيكسب المكسب الثالث ليه على التوالي بعد مباراه اسوان ومباراه طنطا. النهارده بيجي نصيب الجونه، ونصيب الجونه النهارده كان في شويه تغييرات وفي شويه حاجات كده ممكن تحطها تحت بند الروتيشن، منها مثلا ان انت لقيت شيكابالا النهارده اساسي بعد غياب طويل فتره اصابات وفتره كده ما كانش حد عارف ليه شيكابالا غايب فيها. بس النهارده شيكابالا اول ما بيرجع بيحط لك جون، ولا احلى جون من الماركه بتاعته. بس جون الماركه بتاعته ده جه مع شغل كالترون الفني. شغل كالترون الفني الراجل بيعتمد على الكره الطويله، وبيعتمد كمان على ان هو الثلاثي الاثنين اللي على الاطراف ما يرجعوش، وكمان الفلويد ما بيرجعوش يعملوا ادوار دفاعيه. المشكله ان ده بينفخ الباك، بس هو بيبقى مفيد جدا في الحاله الهجوميه. بس في الحاله الدفاعيه بيبقى مطالب زياده عن اللزوم ان انت يكون عندك اثنين لعيبه في نص الملعب عندهم بدني بتاعهم رهيب، وده بيتعب الزمالك الفتره الاخيره. بيتعب الزمالك الفتره الاخيره ان انت ما بتلاقيش اثنين هفاط بيرجعوا يعملوا وجبات دفاعيه، وبتلاقي ان لعيبه خط النص هي اللي بتحط عليها دور دفاعي اكتر، وبنلاقي فيها ادوار دفاعيه كمان لصانع اللعب بتاع الزمالك اللي هو مفترض انه يكون يوسف اوباما. ولو ان الزمالك اغلب الوقت بيكون 4 3 3 مش 4 2 3 1، لان يوسف اوباما اقرب ان هو يكون بوكس تو بوكس في الحاله الهجوميه، واقرب كمان في الحاله الدفاعيه ان هو يكون لاعب عنده وجبات دفاعيه. ف فكره الطريقه لحد دلوقتي في الزمالك ما تفهم لهاش، يعني هو الراجل بيلعبها ازاي الله اعلم. بس كمان يعني النهارده ممكن تحسبها روتيشن، ممكن تحسب روتيشن ان هو بيحط شيكابالا وبيحط نجم، مع انه نجم موجود عادي، بس عمر السعيد هو اللي موجود اوقات واوقات تانية. بس عمر السعيد برده لسه مناسب لخطط اللعب اللي هو بيلعب بيها، اللي احنا بنلعب كور طويله، كور طويله الفرويد بينزل السكند بول للاعب اللي على الاطراف سواء شيكابالا او سواء نجم او حتى احمد سيد زيزو او كمان بن شرقي. يعني الطريقه لسه زي ما هي، بس اللي بيتغير هم الاشخاص. بس الطريقه دي ما لا تسمن ولا تغني من جوع. اصل الزمالك النهارده بيكسب المكسب الثالث ليه، والزمالك بينفرد بالمركز الثالث. بس الزمالك جوه الملعب المنظومه فيها شويه مشاكل كتير، شويه مشاكل منها مثلا ده مش طريقه الزمالك وده مش مدرسه الزمالك في عالم كره القدم. الزمالكاوي بيحبوا جدا الكره الحلوه والكره الجميله، بيشتروها قوي يعني بيكيفوا منها، انما الزمالك بيكسب بهجمتين ثلاثه ولقطات فرديه ما بياكلش مع الزمالكاويه خالص. يعني اسوأ فتره جماهيريه عند الزمالك كانت فتره باتشيكو. الفتره دي ممكن تكون اقرب ان هي فتره باتشيكو، يعني الراجل بعد الهدف الاول بيجيبه في اول ربع ساعه، بعد كده بيرجع يدافع في لقطه غريبه جدا. يعني انت بتدافع ازاي قدام الجونه؟ الجونه اللي عنده خط دفاع كفيل ان هو ينزله درجه ثانيه وهو مغمض، وكمان عنده حارس مرمى برده كفيل ان هو ينزلك درجه ثانيه ودرجه ثالثه، واحتمال كمان يطردوك من الدرجه الرابعه. فيعني انت بتدافع قدام الناس ازاي؟ غير كمان ان الجونه ما عندهاش فرود، يعني سترايكر صريح يجيب اي نص فرصه جون، فانت بتدافع ليه؟ يعني انت لما بتدافع بتدي المدرب اللي قدامك شخصيه ان هو يلا بقى اطلع هاجم، الخصم اللي قدامك دافع. وفعلا بيدرو النهارده عمل كده. بيدرو كان واقف الاثنين باكات بتوعته وما بيطلعوش يهاجموا في اول ربع ساعه قبل استقبال الهدف. بعد كده فجاه لما لقاك انت رجعت ورا بقى مسموح لباسم علي ومسموح كمان للباك الشمال اللي هناك ان هم يعملوا ادوار هجوميه. طيب غير كده انت بتعمل ايه في الشوط الاول؟ لا انت ما بتعملش اي حاجه، انت واقف عمال تستقبل اللعب. بعد كده بتروح فرصه واحده بس بعد الهدف. يعني الزمالك في الشوط الاول عمل فرصتين بس، يعني ده مش يعني ده مش مقبول في الزمالك، ومش مقبول في ان انت ماسك فرقه كبيره. ممكن نكون عندك ايجابيات النهارده ان انت عملت استمراريه في الفوز والمكسب بيجيب مكسب والكلام ده، والكلام ده فعلا مؤثر في عالم كره القدم. وممكن كمان تكون انت فرطت المركز الثالث، ولو المركز الثالث يعني جمهور الزمالك مش حابب قوي فكره ان احنا يعني نكون متصدرين المركز الثالث واخدينه كده وبنضغط على الاهلي والمقاولين. كويس كويس كمان ان انت بترجع لعيب زي شيكابالا وبترجع واحد زي مصطفى فتحي. بس اللي مش كويس دلوقتي هو انت ايه المنظومه بتاعتك؟ يعني ايه منظومه لعب الزمالك؟ كان الزمالك بيلعب ضغط عالي وبيلعب كره سريعه وبيلعب باص من رجل لرجل؟ لا، هو الزمالك بيلعب كره طويله. طب هو فعلا كالترون فاضي قوي لدرجه ان هو بيلعب كره طويله؟ والله لحد دلوقتي هو كالترون ما بيعملش حاجه غير ان هو بيلعب كره طويله وبيعتمد على الهجمات المرتده. الهجمات المرتده للشوط الثاني كانت خطيره جدا على الجونه، لان هم عندهم اثنين قلوب دفاع بيمتازوا بالبطء، اذا كان محمد نجيب ولا احمد خالد الراجل اللي جنبه. الراجل يعني بيدرو بان النهارده عمل حاجات كلها هجوميه، والناحيه الثانيه سيد كالترون ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيريح اللعيبه. طيب هو فرجاني ساسي اساسا ما كانش باين من الماتش، لان ممكن تقول ان فرجاني النهارده ارضيه الملعب ما كانتش مساعده، لان ارضيه الملعب دي ما تساعدش لعيب بصير ممتاز. يعني فرجاني بصير ممتاز وبصير عالمي، فارضيه الملعب الملخبطه والعشاب اللي هي تلاقي الكره بتنط مره واحده كده دي ما بتساعدش اي حد.
الكره ما بتمشيش فيها وبتبقى حاله من قلب 60 نيله، غير ان انت عطيله ادوار دفاعيه هو طارق حامد زياده عن اللزوم عشان خاطر يسندوا الباكات الهافات اللي ما بترجعش تدافع، فكل ده مدمر الدنيا بالنسبه لنص الملعب. مفترض انك رامي كل حاجه على الاطراف ومرامي كل حاجه على صانع اللعب وعلى الفيرود بتاعك، ده في الزمالك زي ما قلت لك منظومه مش هتنجح كتير. ممكن النهارده تكسب لك ماتش زي ماتش الجونه، وبرغم ان كمان واحد من نجوم المباراه لم يكن النجم الاول ليها احصائيا ومحمد ابو جبل، ابو جبل عمل اداء ممتاز واداء عالمي، ده بيبين لك ان الزمالك النهارده كان مضغوط وان الزمالك راح على مرماه كتير، وده مش مقبول وانت بتلاعب فرقه 13 في الجدول. الوضع ده بالنسبه لعالم كره القدم بيقول لك ده هياكل معاك النهارده عيش وبكره وما تعرفش دنيته عامله ازاي. فاكل ترول لحد دلوقتي دنيته مش مفهومه، هو الراجل مدرب ممتاز وبيدي تعليمات للعيبه واللعيبه مش ملتزمه بيها، ولا الراجل ما بيديش تعليمات واللعيبه بتعمل فرديات والفرديات دي هي اللي بتكسب الفرقه. يعني الراجل النهارده في الدقيقه 88 الراجل النهارده كان شايط من الغضب، ما تعرفش كان شايط من الغضب على قرارات الحكم ولا كان شايط من الغضب على تراجع اللعيبه بتاعته. تراجع اللعيبه بتاعته اللي بالمناسبه كانت تغييره فرجاني واحده من اسبابها، انت بتنزل محمد حسن وطارق حامد اتنين ديفندرات شبه بعض وبتحطه قدام ويسو اوباما، واوباما اساسا جايب جاز، فانت كل ده بتعمله ليه؟ ازاي عايز من الزمالك يعمل شكل هجومي بعد انت ما طفيت كل الحاجات الهجوميه؟ حتى كمان شيكابالا بتطلعه وبتنزل مصطفى فتحي، شيكابالا ومصطفى الاثنين في زون واحد، الاثنين بيحاولوا يرجعوا لماضي كان عظيم جدا، مصطفى وشيكابالا لسه بيدوروا على نفسهم، ففكره ان انت تحاول تسندهم مطلوبه، يعني ما كنتش تخسر اي حاجه لو كان خليت شيكابالا يكمل المباراه علشان خاطر تثبت شيكابالا ان انت تقدر تكمل المباراه لاخرها، وتثبت لجمهور الزمالك ان شيكابالا مش بتاع الماتشات السهله بس، وشيكابالا مش بتاع 60 دقيقه او 70 دقيقه، خليه يكمل ماتش، ولو مش قادر يكمل ماتش اثبت للناس كلها ان انا ما لعبتوش هبقى انا عندي حق. في حاجات في الزمالك كده ما تفهمهاش، وكالترول لحد دلوقتي مش مفهوم، ومش مفهوم الشكل بتاعه عامل ازاي. في ناس هتطبل له وهتقول لك الراجل ده ممتاز بعد المكسب، ما بعد المكسب عندنا في مصر بتلاقي ان نغمه حلوه قوي مشيت للمدرب، المدرب ده عالمي بيعمل كل حاجه صح. حتى كمان ممكن تلاقي ان هو ممكن يتنسب له الفوز ان هو اللي جاب شيكابالا من على الدكه وحطه جوه الملعب، مع ان الراجل لحد دلوقتي زي ما قلت لك ان هو بيدور على شكل هجومي للفرقه، يعني الراجل ما بيخدمش كابالا، الراجل بيحاول يخدم منظومته هو بس، عادي يعني ممكن يقولوا اي جمله علشان خاطر يطلعوا المدير الفني ممتاز. باتريس كاتورون ممكن يكون مدرب كويس جدا، بس مدرب كويس جدا في مدرسه غلط زي الزمالك هيكون الموضوع صعب، مدرسه غلط ما بتمشيش مع افكارك اللي انت كل فكرتها ان انا بلعب كور طويله وان انا بلعب على الهجمات المرتده، في الزمالك الكلام ده مش هياكل معاك عيش. زي ما قلت لك الكلام ده ممكن يكسبك شويه نقط، بس الكلام ده بعدين هلبسك في حيط. ما حدش يتمنى ان كالترون والزمالك يلبسوا في حيط بعدين، كل اتمنى ان الامور تبقى ماشيه زي الفل علشان خاطر ما فيش اي حد عايز نادي يقع او المنافسه تبقى خسرانه من الاول، احنا عايزين الدوري بتاعنا يكون دوري فيه روح ويكون فيه روح منافسه وفيه منافسه بجد، انما ان انت تخلص الدوري من الدور الاول يا فرحتي. هو كده كده دوري منيله ب 60 نيله، الصوره منيله ب 60 نيله، وكمان المعلقين بتقعد تسمع ضوضاء وكل حاجه، المحللين عندنا بيحللوا بالنتيجه، فمش محتاجه كمان ان الدوري يبقى خلصان بدري بدري. بص يا الزمالك كسب النهارده وشيكابالا رجع وكل حاجه بقت تمام بالنسبه لك انت كمشجع. لو حبيت تعمل لايك وسبسكرايب مش تخسر اي حاجه يا اسطى، والله ما عيب ولا حرام يا اسطى، ندعم بعض كده ونزق المركب مع بعض، يمكن تمشي ويمكن كمان مركب كارترون ما تغرقش، ولو انها قريبه جدا من الغرق بالنسبه للاداء الحالي. شكرا جزيلا انك كملت الفيديو من اخره، ده لو كملته لاخره، وحتى شكرا جزيلا لو عملت كمان ديسلايك لان ده رايك وده برضه رايي وده اللي انا شفته في المباراه، وانا ما بحبش ان انا اتكلم على الماتشات بالنتيجه بس، لان لو بالنتيجه بس هنجم كالترون واللعيبه، انما بالنتيجه وباللي انا شفته 90 دقيقه كالترون ربنا يستر عليه.